أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمنا
وَذَلَّلْنَاهَا
ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون أفلا يشكرون أولم يروا أنا خلقنا لهم من ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فهم لها مالكون وذللناها لهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما منافع ومشارب أفلا يشكرون أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم
يعلنون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم يرى فإذا خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أول مرة Oh,
يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى 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 وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم
صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم خاشعين مصطين للتلاوة تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في ليسانس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة الدرنجات محافظة البحيرة. حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.